يقول أنت متهم بأنك غادرت إقليم كردستان بسبب تهديد من جهة مجهولة. يعني شون هاي؟ عارف مهدد وجاي لبغداد راجع؟ لا والله مسلم. احنا ذاك بذيك الحلقه قلنا لك انت مهدد من بغداد ولا صارت ما اعرف. وقلت لك الاعدادي كتبت جمهور فاني مو بصدد انه أكيد لازم أكيد. اسال الاسئله اللي كرروها اكيد. لا والله بس هي شلون صارت رجعتي؟ نعم كان رمضان بوقتها ف اشتاقت انه من الاكل والدتي تحياتنا لها اجمل تحيه اكيد. انا احب الدولمه مالتها كلش تمام. فأنا عايش بوحدي بسليمانية فقلت جماعتي اللي هناك خلي والدكم يسوي لي دولمة يعني رمضان وصايم فأريد دولمة اشتهي الدولمة تمام. قلت لهم خلي والداتكم تسوي لي أي واحد منكم يا هلا قل لي قل لي باكر عقبة هاي الحد ما أنا يعني اختنقت كلش خير. يعني قعدت بلي لبشي ثاني يوم قبل حضرت ملابسي وطلعت البغداد جيت يعني فطرت ويا والدتي وهي سوت لي الدولمة. فمن رجعت كأنما قلبه بقى بالبيت ما قدرت أتحمل يعني كل ما أطب الغرفتي بسليمانية وللشقة ماتي يعني أختنق ما أعرف أتصرف لا أقدر أكل لا أقدر أشرب. فهذا السبب اللي رجعني إنه أشتاق لوالدتي والأهلي فقط فقط. مو هو أنت جيت بأيام رمضان مو وهذا لم الشميل وكذا أكيد أيه. تشتاق لهاي الأمور يا رب يجمعك بأهلك مدى الحياة يا رب ونشوفكم إن شاء الله دائما بسعادة تامة.